بدور دفاعي على اكمل وجه. ايمانويل 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 بيعرف يستغل الفرص عم بيعرف ياخذ التقدم فرصة جديدة الهدف الثالث هيدا الشيء اللي صار حكم الأمرسي بيقول ما في خطا قوم يا جماعه وتمريره امنيه ما رح توصل الراسي قويه حاليا مع سلطان حيدر يلي بيلعبها للامام الخطوره موجوده بالنسبه للراسي مع ايمانويل ايمانويل اوريكا البحث عن مواطن الضغط تودي الكره باتجاه حسن ارض الملعب سير سعيد بياخذ مبادره على عاتقه بيتقدم سعيد بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء سلطان حيدر شو راح يعمل سلطان حركة كتير مهمة من سلطان ومحاولة لمريم الرسي جول شو عملت تعت أنصار القاضي ومحافظ بيروت زياد شبيب وجه خير على فريق الرسي بعد واصل والرسي بهدف ولا اجمل حلوة كثير كيف اخذها اونيكا كيف كسرها وكيف سدد على يمين هادي مرتضى ليعلن تقدم فريق الرسي 1-0 تحت انصار الامين العام كمان جهاد الشحم ابو فراس شوفوا اونيكا كيف اخذ الكرة بطريقة ذكية كثير وسدد ليسجل هدف اكثر من رائع محظوظ كان اونيكا بالكره كيف وصلت لعنده بس كان ذكي كثير بالكره كيف اخذها وكيف سدد سلطان حيدر يعني القبعه ترفع لهاللاعب على المجهود الكبير يلي عم بيقدمه بكل المباريات شباك شكلين بمباراه العهد انطلاقه القويه اللي اجى منها هدف الثاني لفريق الرسمي هيدا ايمانويل مع الكره فارس كان عم يبرر الاصرار بهيدا صعب الفوز على الفريق الاخضر بالوقت اللي بيقول حتى تكتمل اللياقه البدنيه الرسمي القويه او ابدا بفرضه التعادل على العاد بطل لبنان بالوقت اللي حاليا الكره مع ايمانويل اونيكا بروح بسرعته بيروح ايمانويل ما حدا بيقدر يوقفه عم يحصل على خطا ايمانويل اونيكا فعلا عم يحصل على خطا ايمانويل اونيكا ما حدا بيقدر يوقفه عم ينطلق بسرعته شوفوا ثلاث لاعبين معتز بالمواكبه بميلان نجدي بالرهابي وحسام اللواتي السريع لكن اسرع كان ايمانويل عم يحصل دائما بالوقت اللي بيلعب بيقدر بحاول يسدد مثل سعيد بتاخذ منه ايمانويل هرب ايمانويل راح ايمانويل بسرعته ايمانويل بخيره ممتاز بيلعب قدر ممكن يعمل قدر 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 ينزل شباك شوف ايمانويل قد ايه خطير بيضيع المدافعين قدر بخبرته حطيها لنفسه سدد قدر سليم لايمانويل ايمانويل بيبدو اعطي رضيت على هالركله الركنيه الوقت يلي ايمانويل حاليا بيحاول ينطلق وليد شور عم يتقدم جميل جدا كره ايمانويل باتجاه وليد شور